عرضيه الى الجوابره بالراس، فرصه الان والجول، جول هدف الافتتاح عن طريق القناص شريف النواشي. شريف النواشي لا يضيع مثل هذه الكرات، هذه الكرات هي لعبته. هدف الافتتاح عن طريق الرأسية، وهناك قراءة الفاتحة قد تكون على شهيد الوطن الرائد راشد الزيوس. هذه القصة دان بالتمريرة الى الجهة اليمنى، وهناك الرأسية من الجوابرة والرأسية من شريف النواشي داخل خط 6 ياردات، وهدف الافتتاح.